جوا وبرا وبحرا، ولكن من الجو هذه المرة مسيرة فجرت منزل بنيامين نتنياهو في قصاريا ومرت من جانب مروحية عسكرية إسرائيلية. ما هي الرسالة التي أرادت المقاومة إيصالها؟ أولا يسعد مساكي ومسا المشاهدين. عم تسمعيني؟ نعم عم اسمعك، تفضل. اوكي. طبعا الجميع يعلم بأنه العدوان الصهيوني على فلسطين بدأ ب منذ سنة صار مارق عليه، وأيضا العدوان على لبنان، وهذا العدو لم يترك مكانا سواء في الجو أو البحر أو على الأرض إلا واعتدى بكل ما يملك من قدرات وإمكانيات وتقنيات أيضا على الناس، على الأطفال، على الشيوخ، على المدارس، على المستشفيات، على الدفاع المدني. وفي هذا السياق المقاومة لا يوجد لها خيار آخر سوى الدفاع عن هذا الوطن، الدفاع عن الأرض، الدفاع عن هذا الشعب. وهي بالتأكيد لن توفر قدرة أو إمكانية للنيل من هذا العدو في سياق الردع الفعلي والعملي له، حتى لا يتمادى أكثر فأكثر في غيه وضلاله وإجرامه. كانت هذه العملية في مرحلة من مراحل هذا الصراع بدأتها كل مرحلة تستوجب إما تطوير في هذا الأداء للمقاومة أو استخدام نوع جديد من الأسلحة المطلوبة التي تتناسب مع ردع هذا العدو، أو تريد أن توجه رسالة بأن ما تملكه المقاومة وتحتفظ به حتى هذه اللحظة هو فيه الكثير من القدرة والقوة، ولكن حكمة القيادة وشجاعة القيادة وتدبير وتقدير القيادة أن هذا العدو قد يطيل أمد هذه الحرب، فبالتالي المقاومة تعمل على طبق هذه الرؤية لتستخدم كل نوع من أنواع الأسلحة التي يمكن أن تؤلم هذا العدو أكثر فأكثر في اللحظة المناسبة. نعم. والوقت المناسب. أستاذ حسن، الإسرائيلي اتهم إيران بهذه العملية، أنها وراء هذه العملية. جاء الرد في الأمم المتحدة، بعثت إيران في الأمم المتحدة التي نفت أي صلة لإيران بهذا الأمر، وقالت أن هذه العملية نفذها حزب الله صرفا. يعني لماذا إسرائيل اتهمت إيران؟ وهل حقا أنه رسائلكم ليست مشتركة؟ أولا يعني عندما يتحدث العدو عن إيران واتهام إيران، هو يريد أن يورط إيران بحسب الأهداف التي وضعها لتوريطها في حرب إقليمية أولا. ثانيا عندما تنفي إيران هذا الفعل هي تنطق بالحقيقة، لأن في ذلك بالحقيقة يعني نوع من كيف أعبر، يعني خليني أقول
عندما العدو يريد أن ينفي هذا الفعل عن المقاومة بذاتها ولوحدها قامت بهذا الفعل، يريد أن يوهن ويضعف قدرة المقاومة. وهذا العدو هو يعلم بأن المقاومة قالت أكثر من مرة وفعلت أكثر من مرة وستفعل الكثير الكثير في الأيام المقبلة، وهي التي كانت دائما تفاجئه بما لديها. فلا، هذه عملية خالصة بامتياز، عملية قام بها مجاهدو المقاومة الإسلامية، أستاذ حسن، وهم على استعداد للقيام بأكثر من ذلك. نعم.